سمعين رجعنا في دوزيام بارتي في الساعة الثانية نتاعنا مع أمين. أمين كالعادة فوتخ روبريك اللي هي سوسيوتولك وي كان تعرف بها أخويا. دونك سوسيوتولك هي روبريك سيونتيفيك كما قلنا المرة اللي فاتت. ظاهرة اجتماعية كل مرة ناخذ موضوع مش بالضرورة ظاهرة اجتماعية، مي ناخذ موضوع من المجتمع التونسي ونفسروه بطريقة علمية بطريقة سوسيولوجية. فهمتك خويا، واضح واضح. الجمعة اللي فاتت شنو الموضوع اللي طرحناه؟ الجمعة اللي فاتت حكينا على الهجرة الغير نظامية، الحرقة، والجمعة هذه والإحصائيات. الجمعة هذه باش نحكيو على موضوع كيف باغتي نوتخ أكتواليتي، اللي هو موضوع النقص في المواد الغذائية واللهفة اللي صايرة نتاع العباد عليها والتهافت وكل شيء. مهم برشا الموضوع. هاي كيفاش يكون التمشي نتاعنا؟ من الأول باش نحكي لكم معنا، يعني أنتم كان تعطيوني رأيكم، معناتها جوست آراء بسيطة على شنو تتصوروا معناتها المشكلة هذه بالنسبة لكم، هي شنو المشكلة هذه؟ جوست كلكو زيد هيك. ويتفضل أم. مشكلة النقص في التزويد. أي حاجة تشوفها، أي حاجة. نتصور إنه هي مشكلة معناها كانت بديت على شيء الماكرو وتوصلت الميكرو. دونك هذا هو صحيح، سي فري. كنت كمل، وصل فكرتك كامله. بون، ما عندكش ما تضيف؟ هي كانت معناها كما نقولوا كريز، كانت لبرا وصلت لنا لتونس، وصلت لتونس اكيد باش يصير نقص في التزويد هذا كله، يعني مربوط ببعض. دونك هذا هو لافونغو نتاع الموضوع نتاعنا اليوم. نسيو لا بغيك نبداو مع بعض. سوسيو توك، سوسيو توك، ندخلوا في لب الموضوع. كما قلنا باش نفسروا اليوم، وربما معناتها نجموش نسيطروا يعني من خلال وجهه نظر علميه على التهافت في الطلب على المواد الغذائيه اللي صاير اليوم. يعني حسب رايي هذا الجانب هذا مخفي عن المسؤولين وعن المزودين. تصريح نتاع وزيره التجاره الجمعه نهارين التالي ولا ثلاث ايام التالي، قالت اللي يعني السوق حسب كلامها هي رجع معناتها بصفة عادية، والتزويد رجع بصفة عادية، كل شيء يرجع معناتها كما كان قبل. هذا وقتاش الكلام تقال؟ البارحة الأولى في تصريح ليتو. بي دونك بما أنه معناتها تمشي للشارع التونسي وتسأل العباد تلقى معناها حكاية مغايرة جملة، تلقى آراء يعني العكس جملة اللي كنت تقوله. ما فهم العباد معناتها كما هي، مازالت تتهفت بطريقة كبيرة على السكر وعلى الزيت وحتى على الخبز معناها. قبل ما نبدأ نحكي، ومعناتها باش نحكي لكم على مادة أو تمشي علمي أنفيليغ يعني سيونتيفيك نجمو نفهم من خلاله الظاهرة هذه اللي صايرة اليوم، واللي هو دومين علم النفس الاجتماعي. علم النفس الاجتماعي هذا شنو هو؟ دراسة الأنماط السلوكية للأفراد والجماعات وتفاعلها أثناء الأحداث والمواقف الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى أشكال معناتها الأشكال اللي تترتب عنها على السلوكات هذه. طريقة أخرى يعني أفكاري أنا وسلوكاتي أنا ومشاعري ما همش كيف نبدأ في، ما همش كما نبدأ أنا معناتها وحدي، نبدأ في وسط مجموعة، في وسط حشد أنفول، يعني تتغير. Une foule, les déquins traquent fière, peut-être là, avec pression, elle t'influence. Ouais. Oui, voilà. Ah, voilà. C'est voilà. Ouais. Le concept de Zabd. يقول جابرييل تارد، وهذا يعني من رواد علم النفس الاجتماعي، ليميتاسيون اي ان بروسيسوس سوسيال فوندامونتال، يعني التقليد كما حكينا فيها كل مره على الهجره الغير نظاميه، هو يعني تمشي لابد من، يعني ضروري في اي مجتمع، في اي هي حاجه معناها مفروضه عليك، مفروضه وضروريه في كل يعني خلينا نقولوا احنا يعني حشد نتاع عباد او جمهور نتاع عباد. يعني واحد يتبع الاخر معناتها من غير ما يخمم، من الاكسبسيون هو اللي ما يتبعش، من العادي انه يتبع الحشد. فوالا بالضبط. يعني انسان من غير ما يتبع انكونسيمون شرع عباد ماشي في تمشي وهذا نشوفوه يعني يتبعوه، نشوفوه في 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 المظاهرات معناها والاحتجاجات. معناتها ابسط مثال تنجم تشوفه ان العباد تتبع بعضها، تنادي بنفس نفس الشعارات، تخمم نفس التخميم، تربطه بنفس المشاعر، نفس الاهداف. معناها يسوفي بعض ساعات يكون فما ليدور اللي يقود المجموعه كامله وهو يعلن الشعارات وانت ميم با تنجم ما تفهمهمش، بارفوا ما تفهمش، جوست تتبع. تراكم فلامي وكذا، معناها tu t'emportes avec l'ambiance، فما ليدور اللي قاعد يقود وكذا، دونك تقرا تقول في كلام ميم ما تكون انت ماكش فاهمه اصلا.
وذاك هو بالضبط تأثير المجموعة على الفرد. يعني الفرد ما عادش ينجم يتحكم في روحه جامد. دونك هذا التفسير اللي نجموا نفسروا به. هذه هي لابخوش اللي باش نفسروا به. اي واضح. باه باش تقول لي تاوك شنو علاقة هذا بذاك؟ اي نقول لك انه في وقت الازمات وخاصة في الازمات الاقتصادية اللي كيف هناك اللي نعيش فيها تو العامل النفسي عنده دور مهم وكبير ياسر في الحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع. هي. يعني ما تنجمش تقول اللي الازمات الاقتصادية اللي نعيشوا فيها معناتها تنجم تحلها بحلول اقتصادية ولا حلول سياسية. ملا. انما تنجم تحلها بحلول اجتماعية او سوسيو اجتماعية معناتها تحاول تنظم العباد. مثلا كما شفنا مثلا في وقت الكورونا. يعني نسبة التنظيم والوعي اللي شفتها عند العباد ما ترى عند حتى حد. حتى عند ما حبش ناخذ روبير كما الاوروب كل شيء ما تراهيش معناتها برسمي وصلنا لدرجة وعي ونظام العباد وقف في الصف محترمة بعضها لبس البافاتيت. برسمي درجة وعي مش تمام. ومنيش هذاك خاطر هبط الجيش نذكر هبط الجيش ونظم في وسط الطرقات ومعناتها والعباد واعي برسمي اللي فما خطر واللي واعي برسمي اللي فما رقابة عليها. وشنو المساج اللي تحب توصله من كلمة هذه؟ المساج اللي نحب نوصله هو حتى إذا كان في الـ يعني في الـ في الـ في الموضوع اللي نحكيه فيه احنا تو نقص المواد الأولية والتهافت نتاع العباد. إنه الإنسان يعني كي يجيبش يعني أنا مثلا كي ندخل ان سوبر ماركت ولا حاجه باش نتبع العباد. يعني ناخذ مثال ما نعرفش كان تفرجتوا في فيديو نتاع العباد كيفاش معناتها تهفت على ماده السكر. اي شفناه برشا قاعد يدور من هذيك. ولا يعني السكر محطوط في ان شغيو ولا امباني هكا كبيره والعباد تفك فيه فكين معناتها وصيح وعياط وضرب وقريب شي سيل الدم غاديك. هذا نجم تفسروا انه العباد يعني ما تخممش كما كنت نحكي لك ما تخممش الجمله جوست انها تعمل بالضبط شنو قاعد يصير قدام. معناتها اذا كان ما تتبعش اذا كان ما تعملش كما يعملوا اغلبيه العباد راهي مش تخطى لحد شيء راهي تتسمى هي تتسمى هي معناتها يتسمى هو متخلف معناتها اذا كان ما يعملش كيفه اكزاكتومون تسمى هو معناتها ما عندوش علاقه بهم يضروا له معناتها درك كيفاش بك ما تجيش معنا بك معناتها ما صحيح معناتها ما تدزش معنا وما تفكش حقك بطريقه اخرى. واضح. سيمون كان عندكم افكار حتى النقطه هذه عندكم اي شيء اي اراء اسكو انت توافق انه معناها اليوم لا ماجوريتي تجم ال امبوز لاتيتود نتاع الانديفيدو معناها تفرض على الفرد كيفاش يتصرف. اي الكلام اللي قالوا امين الحق برسمي معناها عندك كلمه تاخذ منه معناها تبدل لاتيتود نتاعك في الدنيا. بيرسونيلمون انت كنت حديت في سيتواسيون هكي معناها قيت عبيت تهفت على حاجة معرفة وانت زاد عندك لبزوان هذيك موجود وكيف كيف زاد انت معناها كيفهم معناها حاجتك بها الحاجة هذيك دونك اسكو تنقاد معهم في نفس الكومبورتمون وإلا تو تيزول تو تو مارجيناليز. هو كما قال امين برسمي معناها كان ما تدخلش في معناها في صلب المعركة هكايا وتبدا تضرب باش تفك حقك معناها تفك حقك بصفة عليهم دونك ماكش تخلط على حد شيء معناها باش تبقى ماك العبيد اللي ماهيش لاقية كما نقولوا احنا ماكش تلقى ما تاكل معناها السكر كما مادة أساسية نحن معناها في تونس وصلنا لتا سيتواسيون انه نجمو نحكيو انه الانسان اللي با راسيوري على ماكلته مالي العبيد تخمم في معناها كان جينا نخمم في بعضنا ما نوصلوش الحاله كيف هكايا ما العبد يخمم في روحه هذه انانيه من الانسان معناها انت كم خذ حاجتك نتاع باك وسكر ولا قداش معناها يكفيك مثلا خلي لغيرك علاش تحتكر انت على كل شيء وتخلي العبد بليش. هذه نقطه اخرى يعطيك صحه شيء ما فكرتني فيها انه بالحق معناتها في وقت الازمه الاقتصاديه ذيك يبدا واحد معناتها يبدا حاجه مفقوده اي حاجه مفقوده يمشي المواطن ياخذ منها بكميات كبيره اي هذا يعاكر اكثر السيتواسيون ولا تبصون هي تزيد معناتها تتفقد اكثر معناتها هي مفقوده تزيد تتفقد اكثر. سي فري سي فري ما عرفش اسكو الغاسيوناليتي هذه معناتها يمشيو بها الناس الكل ولا اسكو هي معناتها ما يسالش روح اسكو هي صحيحه ولا معناها ما نقولش معناتها اللي نعمل فيه انا معناتها مثلا انا كي ناخذ مثلا ما عرفش ناخذ 10 خبز فما عباد معناتها فما غريزه نتاع الحياه الانسان يحب يعيش دونك يحس فما حاجه ناقصه اللي هو اللي يستعمل فيها كل يوم يستهلكها كل يوم وفما ريسك اللي ما عادش باش يلقاه. فوالا يعني دونك يولي ما غير ما يفيق بروحه يعمل في حاجات انكونسيامون هو بتتر ما يكونش مقتنع بهم ماهمش في لي فالور نتاعو ما يعملهم. فوالا ديما يعني كما قلت انت غريزه الانسان جوست يتاثر بال يعرف شكون اللي فما برشا يجيو معاه. اكزاكتومون دونك تقدر الغريزه انه يفك حقه معناتها نجمو نرجعوا الشيء هذا للمانك دو كونفيونس مع الدوله معناها اليوم المواطن ما عندوش كونفيونس الدوله انها توفر له الحاجات هذيك. فوالا برسمي يعني كي نقعد جوست قوس صغير معناتها انا مثلا نمشي الكوشه باش ناخذ خبزه ولا اش تقضي معناتها كالعباد الكل نسمع في الناس يحكيوا يقولوا المشكله هذه الخبز ما حبش توفى
والدولة معناتها مقصرة معنا والآخره من برشا حاجات معناتها برشا كلام على الدولة برشا كلام على المسؤولين برشا كلام على يعني على 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 السيستم الكل الاقتصاد الكل بصفة عامة معنا يعني ما تجمش تشد دونك كما كنا نحكيه يعني يكفي إنه شخص واحد في وسط اللفول هذيك يكفي إنه شخص واحد يتمتع بالجرأة الكافية إنه يتمتع بالجرأة الكافية إنه يخرق القانون متاع النظام العام يعني تكون ناس منظمة جوست شخص واحد معناتها يمشي يجري معناتها للباب بشيخه حاجته معناتها الناس كل تبعه فهمتك واضح معناها نحن نجمو نمنعو إنه الفينومين هذايا متاع كما قلنا العبيد إنها تتهافت على حاجة معينة إنه كما قلت أنت فما النظام وبخص النظام معناها كما قلت كيشوفوا العبيد فما الميليتير وكل شيء إذا رسولي كانوا متهنين على روحهم عارفين اللي فما نظام معين فما نوغدغ فما صف فما كذا ذاك عليش في اللي فاكسان وكل تعدى كل شيء مريق دونك إذا كان توفر النظام هذيك ولا كونفيونس هذيك اليوم للمواطنين مش في الرأو المشاهد هذي هذي هو واضح هذا تقول حل من الحلول يعني فهمتك أي. كما فما الحلول الاجتماعية والحلول متاع الرقابة فما الحلول يعني الاقتصادية كما قلت لك مش حلول اقتصادية برك أنها تتكفي أنها ما تجيب حلول الحلول الاقتصادية كما مثلا أنك تزيد في التوريد وإلا تزيد في الانتاج وإلا يعني تتحرك السوق شوية فما الحلول نسميها يعني ممكن نسميها السايكو اجتماعية شو معنى كما كنت نحكي لك فيه بالضبط يعني الناس تحط عليها رقابة أوكي تحط معناتها تحسسها إنها معناتها ماهيش في غابة باش تصرف كيكة يعني ماهيش بسيب الدنيا معناها فوالا يعني تنظم العبيد يتنظموا توعيهم يتوعى يعني ومانيغ جينيغال معناها من خلال الفيليغ هذا حبيت إن نحكي عليه هو العمل النفسي الاجتماعي اللي يعطينا نظريات وقوانين دي لوا معناتها نجمو نفسروا من خلالهم سلوك المجموعات كما كنت نحكي بالضبط ونجمو نفهموا يعني شنو اللي يحرك كل تجمع جماهيري كما اللي كان تو معناتها التهافت على المواد الغذائيه ذي واذا كان فهمنا يعني لهنا نحب نذكر القوه نتاع العلوم الانسانيه والعلوم الاجتماعيه بصفه عامه انه اذا كان نجمنا نفسروا رانا باش نجمو نتنبؤوا معناتها اذا كان معناتها فهمنا القانون نتاع اللي حرك الحشد هذاك رانا جوست باش نفهموا طول معناتها اش نجموا نتنبؤوا معناتها شنو باش يصير معنا واضح ما نجموا ناخذوا اجراءات وقائيه بالضبط التنبؤ معناتها خليك انت تو بريفوا لي شوز و تو انتيسيب فوالا نجم اذا كان تنبأنا تجم تستبق نجم نتحكموا نستبق الاحداث معناتها شنو باش يصير واضح جست معناتها قفله بسيطه غوستاف لوبون هذا زاد من اشهر البروكورسور نتاع البسيكولوجي سوسيال داكور يقول لا بلوبور دي زوم سون انكابابل دو سو فورمي ان اوبينيون بيرسونيل مي لو جروب سوسيال اوكيل اي لابارتيان لور اون فورني دي توت دو توت فيت كان تفسر هنا هذا مين يعني الانسان في وسط وحده كما حكيت من دول بكل وحده ما نجمش معناتها يعمل اوبينيون يعني مستقرة واضح ربما بسبب الخوف وإلا بسبب نتصور كونفيونس بور ديتر معناتها مارجيناليزي مهمش فوالا دونك بينما كيولي هو في وسط معناتها حشد في وسط يعني تحرك كبير يولي معناتها كما نقولوا احنا يعمل يطلع معناتها برشا حاجات يولي ما يخافش الجمع يولي يعبر على آراءه بكل حرية بيزور. هذا هو التمشي دونك تي الفرضيه ولا ليبوتيز اللي خرجنا منها اكدتها في الاخير دونك سي كونفيرمي وي واضح ميرسي بوكو امين يعطيك الصحه دونك شنو رايكم امنا شي ما عندكم دوتر بوين نجمو نحكيو فيهم في الموضوع هذا ولا اون كولتور لازم يتم الوعي لازم النظام يكون مفروض لانه مثل هذه ظاهره كما حكى امين تخلي حتى عند الإنسان يكون أناني والشعور هذا يولي عايش به حتى بعد ما يتوفى الأزمة هذه وحتى كان بعد نلقاه مشكل باش يولي ديما يقعد يعيش فيه في أزمة أخرى كيف شو قعد يمتثل لنفس الأكسيون اللي هو عملها دونك لازم النظام ولازم الوعي خاطر ما نش نعيش وحدنا نعيشوا في مجتمع ونعيشوا مع ناس أخرين معناها تحت قوانين وتحت ولا يعني رقاب بالنسبه لينا النظام والوعي هما اسلوب نتاع حياه دونك انت كي باش تطبق الحاجه هذه ماكش تطبقها في حاجه كهو معناها كيما الهمجيه هذه العلميك لو الكل باش تطبقها في حياتك بصفه عامه يعني باش تكون انسان منظم وواعي برشا حاجات في حياتك دونك نبداو من حاجه بركه باش نصلحوا بقيه الحاجات مهم برشا جوست تحب نقول اي حاجه صغيره باز ما تفهم برشا يمكن يسمع فيها تو يقول لك هذا ما تكيمش معناتها انت اللي بشيخو حاجه كيف انك
معناها ما تخممش كيفهم ما تمشيش معناتها تدز باز معناتها كي تحط في وسط السيتياسيون هذيك باش تكون معناتها ايش صار فيك بالضبط معناتها نتصور اي واحد معناتها يخمم معناتها بالطريقه هذه نقول اذا كان معناتها انت فهمت السيتياسيون هذيك كيفاش قاعده معناتها كيفاش صايره بالضبط وشو تجم تعمل انت في الحاله هذيك بالضبط تولي توخر التالي صدقني انا كي نمشي مثلا اللي بمشي نقضي حاجه نشوف حاجه كيف النكيك نشوف معناتها حاجه كيف النكيك برسمي حس روحي مانيش بحق مانيش انسان معناتها حس روحي براسي عايش في غابه حيوانيه هذيك اي حاجه ما فيهاش قواعد ما فماش لغة بالحق غالي. بالحق معناتها كي غني دونك سي نورمال تولي تحس ان كادر معناها بيسيال وذا هو معناتها الجانب اللي قلت لك غير المسؤولين معناتها المسؤولين والمزولين ما يشوفوش ما يشوفوش معناتها اللهفه هذه اللي قاعده صاير وما يشوفوش ما يحاولوش معناتها ياخذوا الاجراءات اللازمه ميرسي بوكو امين عاشك يا كالعاده كونتوني